الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نأخذ أنتيجين أنتيبادي رياكشنز. المختبر الجاي إن شاء الله تأخذون سيل سيباريشن. فالأنتيجين أنتيبادي رياكشن أو يسموها السيرولوجيكال رياكشن أو سيرولوجيكال تيست. الأنتيجين أنتيبادي رياكشن قلنا يسموها سيرولوجيكال تيست. إذا عندنا واحد مجهول الأنتيجين أو الأنتيبادي نقدر نعرف الأخ. نستخدمها عادة diagnosis of infectious disease. واحد نشوف عنده بثاتس، نشوف عنده كورونا، نقدر نستخدم هاي الأنتيجين أنتيبادي رياكشن. ونستخدمها also diagnosis of autoimmune disease، مثلا الأنتينيوكليار أنتيبادي، دبل ستراندد أنتي دبل ستراندد دي إن إي وهالشكل. هايبر سنسيتيفيتي نعرف الاي جي اي والسبيسيفيك اي جي اي، وكذلك طبعا اللي يستخدموها بالتشخيص بالهرمونز، نقيس الهرمونز، السي دي ماركرز وتيومر ماركرز. فعندنا طبعا قبل ما ناخذ السيرولوجيكال تيست لازم اكو مصطلحين، لازم نعرف شنو سنسيتيفيتي شنو سبيسيفيسيتي. يعني بنقول هذا تيست سنسيتيف شنو معناه، بنقول هذا تيست سبيسيفيك شنو معناه. السنسيتيفيتي يعني ability of the test to detect even very minute quantities of antigen or antibody. قلنا هنا من نعرف واحد انتيجين نقدر نطلع الانتيبادي. فهنا لا سنسيتيف يعني حتى كمية قليلة إذا موجود من الأنتيجين أو من الأنتيبادي اللي إحنا نفحصه كان ديتكتد. ف بنقول تيست هايلي سنسيتيف معناها فولس نيجاتيف ريزلت مي بي أبسنت أور مينيمال. يعني كل ما نقلل الفولس نيجاتيف كل ما يكون هذا مور سنسيتيف. شنو معنى فولس نيجاتيف؟ يعني الفولس نيجاتيف يعني شخص عنده الديزيز، واحد عنده كورونا نجي نسوي له فحص يطلع نيجاتيف التيست، هذا مو سنسيتيف. المفروض السنسيتيف يعني كل شخص عنده ديزيز يطلع بوزيتيف. بس مرات المشكله يطلع يعني شخص ما عنده ديزيز ويطلع بوزيتيف. فهنا مثلا اذا مسافرين بالطياره خلينا نقول 100 واحد هم خمسه مصابين بالكورونا، من نريد نسوي التيست المفروض السنسيتيف تيست يطلع لنا خمسه او سته 5 or 6، يعني يطلع أكثر ما يطلع أقل. أما إذا طلع لنا 2 وعبر 3 فهذا it's not a sensitive test، يعني يسوي لنا كارثة. فالsensitivity معناها ability to of the test to detect even very minute quantities، يعني معناها the false negative result absent. قلنا the false negative يعني شخص عنده disease المفروض يطلع positive. إذا طلع لنا نيجاتيف واحد عنده ديزيز وسوينا له تيست وطلع نيجاتيف فهذا اتس نوت ا سنسيتيف تيست. السبيسيفيسيتي شنو معناها؟ يعني هنا الاسم من اسمه سبيسيفيسيتي يعني الرياكشن يكون سبيسيفيك، يعني خلصنا من كروس رياكشن. قلنا ذولا بالسنسيتيف مرات مثلا يطلعون سما خمسه بوزيتيف يطلعوا لنا سته. فالمفروض شنو؟ نسوي وراء سبيسيفيك تيست ذولا السته يطلعون خمسه بوزيتيف واحد يطلع هذا ابو النيجاتيف يطلع لنا فولس بوزيتيف. هذا المفروض يطلع عندنا بالسبيسيفيك تيست. يعني هنا المفروض only the specific antigen and antibody reaction، يعني ماكو cross reaction. فال highly specific test هنا المفروض the false positive reactions are absent. يعني يعني قلنا بالsensitive ممكن يطلع عندنا false positive، نسوي له specific test هذا specific test حيطلع عندنا false positive. حيشوف هنا بالسبيسيفيك تيست حيطلع نيجاتيف. فاحنا عندنا هواي سكرينينج تيست يعني سنسيتيف بس مو سبيسيفيك. هاي الكاسيتات الرابيد تيست يسموها خلال 10 دقائق تطلع النتيجه. مثلا واحد سوينا له تيست طلع بوزيتيف الرابيد تيست هو سنسيتيف بس مو سبيسيفيك، فلازم نسوي له مور سبيسيفيك تيست. مثلا نسوي له التيست اللي احنا ناخذها اليوم مثلا الايزا اور كومبلمنت فيكسيشن تيست. فعندنا تيست سنسيتيف، السنسيتيف هو يستخدموه عادة بالسكرينينج، المفروض يعني كل المصابين يطلعون بوزيتيف. يعني ماكو واحد مصاب ويطلع عندنا نيجاتيف يعبر لنا.
وبعدين ذولا السنسيتيف وراها راد نسوي لنا مور سبيسيفيك، ذولا اللي طلعوا بوزيتيف نسوي لهم سبيسيفيك تيست حتى تو اكسكلود هذا الكروس ريأكشن اللي هو قلنا الفولس بوزيتيف. الانواع الانتيجين انتيبادي ريأكشن عندنا احنا نقسمها الى عده انواع، نحن اليوم ان شاء الله نمر عليها كلها بصوره سريعه. عندنا يسموه بريسيبيتيشن ريأكشن واجلوتينيشن ريأكشن وكمبلمنت فيكسيشن تيست اميون فلورسنت راديو اميون اسي وانزيم اميونو اسي اللي يسموه الايزا، واكو هذا هسه الرابيد تيست يسموه اميونو كروماتوغرافي تيست او اسي. فاليوم رح ناخذ على كل واحده منها، لازم تعرفون البرنسيبل يعني بالتيست انتم مطالبين كل واحد البرنسيبل مال التيست. فنيجي اول شيء على البريسيبيتيشن تيست. هنا البرنسيبل تيست المفروض الانتيجين يكون سوليوبل انتيجين نوت بارتيكوليت، هنا يكون سوليوبل انتيجين وين رياكت وذ ذا انتيبادي رح يصير عندنا بريسيبيتيشن رياكشن. شو وين يصير هاي البريسيبيتيشن رياكشن؟ بالزون اوف اكويليبريوم من يساوي عدد الانتيجين ويا الانتيبادي. يعني هنا بالرسم حاطين لكم احنا اكو زون اوف انتيبادي اكسس، من يصير انتيبادي اكسس ما يصير بريسيبيتيشن، ونفس الشيء اذا انتيجين هوايه ما يصير بريسيبيتيشن. شو وقت يصير هذا البريسيبيتيشن يترسب؟ من كميه الانتيجين وكميه الانتيبادي تكون اكويفالنت متساويه، فراح يصير بريسيبيتيشن رياكشن. انواع البريسيبيتيشن رياكشن عندنا عدة انواع، بس المهمة اللي لازم تعرفوها احنا اختصرنا لكم اياها. اكو فشي يسموه جل ديفيوجن، واكو اميونو الكتروفوريسيس. احنا نعطيكم بس نوعيتين، واكو طبعا الجل ديفيوجن المهم هو سينجل راديال ديفيوجن، اكو دبل ديفيوجن سقوا ما يستخدموا، بقى بس نستخدم السينجل راديال ديفيوجن. فهذا السنجل راديال ديفيوجن يسموه مانسيني تيست، وهذا البليت اللي قاعد تشوفوه مثل ما البكتيريا يسموه مانسيني بليت. لان شنو هذا البليت؟ بأجار حالة حال مال البكتيريا وبثقوب، وبالأجار حاطين انتيبادي. فهنا هذا هو الراديال اميونو ديفيوجن او يسموه المانسيني. البرنسيبل مالته هو بريسيبيتيشن تيست، بالاجار اكو انتيبادي وهنا نحط الانتيجين. طبعا ممكن بالعكس يعني الانتيجين يكون هنا بهذا، اذا ندور على الانتيبادي نحط الانتيبادي بالويلز. فهذا البليت مانسيني بليت، الجل بي انتيبادي، وبالكل ويلة من هاي الثقوب نحط الانتيجين. فهذا الانتيجين رح يصير بي ديفيوجن. طبعا هذا الديفيوجن مثل ما تشوفوا هنا كل ما يمشي كل ما يتخفف يصير بي يعني يتخفف الانتيجين. الى ان احنا قلنا شو وقت يصير بريسيبيتيشن؟ من الانتيجين والانتيبادي يكونون اكوليبيريوم، فيظل يمشي يمشي ديفيوجن كل ما يمشي ويتخفف الى ان يساوي الانتيجين والانتيبادي، فراح يصير عندنا فد بريسيبيتيشن رينج. نقيس الدايامتر مال هاي البريسيبيتيشن مال هاي الرينج، واكو جداول واكو عندنا ستاندر نحط وياها بالفحص ونقدر نطلع تركيز الانتيجين. فهذا هو البرنسيبل مال الراديال اميونو ديفيوجن، هو البريسيبيتيشن رياكشن. فهنا الانتيبادي نحطه هنا بالجل قلنا، والانتيجين نحطها بالويلز. فالانتيجين رح يصير بديفيوجن، رح يمشي الانتيجين ويتخفف الى ان يوصل الاكويليبريوم ويا الانتيبادي اللي احنا حاطيه، رح يصير بريسيبيتيشن. فكل ما يكون الانتيجين تركيز اعلى كل ما راح يمشي اكثر حتى يوصل الى الاكويليبريوم، يعني اذا كلش قليل يمشي شويه ويوصل ويصير بريسيبيتيشن. فهنا الرينج راح يصير هالكبر، هنا الرينج راح يصير هالكبر، وهنا الرينج راح يصير هالكبر.
فكل ما يكون ديفيوجن مالته أكثر، كل ما الرنج يكون أكبر، كل ما معنى تركيز الأنتيجين أكثر، وأكو جداول نقدر نطلع به إيش قد تركيزه. فهنا هم كوانتاتيف وكواليتاتيف، هم نقدر نعرف عنده هذا الأنتيجين المريض اللي ما عنده، ونقدر نعرف تركيزه. إحنا عادة هاي نستخدمها طبعا لما تجي الابلكيشن مالتها، من يجيكم سؤال نستخدمها عادة نقيس الاميونوجلوبولين. اخذتوا اتول الاميونوجلوبولين، قلنا 5 كلاسز، الاي جي جي والاي جي ام والاي جي دي والاي جي جي، كلها نستخدم بالمنسيني بليت نعرف تركيزه. يعني البيشنت نعرف ايش قد عنده اي جي جي او ايش قد عنده اي جي ام او ما عنده مثلا اي جي اي كونجنتال ديفيشنسي، فنستخدم هذا المنسيني بليت. بس الاي جي اي من كميته كلش قليله نستخدم الالايزا. وكذلك الكومبلمنت، اخذتوا انتم الكومبلمنت من سي 1 الى سي 9، شلون نقيس هالكومبلمنت؟ يعني شخص مثلا ديفيشنسي عنده سي 3 ديفيشنسي، فشون فهل هذا المنسيني بليت بانتي سي 3، انتي سي 3 طبعا قلنا بيه هنا ثقوب، نحط السيرم مع البيشنت الاول، وطبعا نحط هنا ستاندر عندنا، فنقيس هنا انتي سي 3. يعني شلون نسوي؟ يعني ناخذ السي 3 مال هيومن نعطيه الانيمال، الانيمال يسوي انتي سي 3، فنحطها بالاجار، فالاجار بي انتيبادي اللي هو انتي سي 3، وهنا السي 3 حيصير الانتيجين، فالسي 3 حيصير بها ديفيوجن كل الجهات طبعا، ومن يوصل الاوبتيموم كونسنتريشن ويا هذا الانتيبادي الحاطي راح يصير بريسيبيتيشن رينج. نقيس هاي الرينج اللي قاعد تشوفوها ونقدر نعرف الكومبلمنت ليفل، فنستخدمها من يجي استخدامها الاميونوجلوبولين والكومبلمنت. يجيكم سؤال واحد يسالكم شنو من استعمالات المنسيني بليت، شنو البرنسيبل مالته؟ البرنسيبل مالته هو بريسيبيتيشن تيست، فيسموه سنجل راديال اميونو ديفيوجن او منسيني تيست. وهذا البليت يسموه منسيني بليت، هذا البيجل البليت بيجل او اجار مثل ما البكتيريولوجي، ويا هذا الاجار حاطين انتيبادي. احنا شوف شو نريد نفحص، مثلا نريد نفحص على السي 4 نحط انتي سي 4، نريد نفحص عن اي جي جي نحط انتي اي جي جي، انتي هيومن اي جي جي، وهالشكل. فهو هذا التيست هم كواليتاتيف وهم كوانتاتيف، يعني نقدر نعرف الكمية اللي عنده. يعني مثلا الشخص عنده ديفيشنسي الرينج مالته او هاي هنا، مثلا هذا الشخص هذا عنده ديفيشنسي، مثلا هذا النورمال وحاطين احنا ستاندر وياه، فالشخص الرينج مالته صغيرة فهذا عنده ديفيشنسي، ونقدر نعرف الديفيشنسي فنستخدم بالإيمونوجلوبولين ونستخدمها بالكومبلمنت. فهذا هو المنسيني بليت، واحدة عالمة إيطالية اسمها منسيني. فهذا هنا قاعد تشوفون كل واحدة بيها حفرة وبيها رقم، نحط السيرم بيشنت ونحط كنترول، وهنا قاعد تشوفون الرينجز. يعني هذا الرينج مالته مثلا نورمال، هذا الرينج مالته سمول، هذا ديفيشنسي عنده. ومثلا هسه هنا نستخدم احنا قلنا بالكومبلمنت والإيمونوجلوبولين. يعني مثلا الكومبلمنت اذا اريد ندور على مثلا سي 5 كومبلمنت، لازم هنا نحط شنو؟ انتي سي 5، نحط السيرم مال البيشنت بي سي 5، راح يصير بها ديفيوجن. قلنا الى ان توصل الاوبتيموم ظل هذا ديفيوجن يمشي كل الاتجاهات، من يوصل الاوبتيمال كونسنتريشن راح يصير في البريسيبيتيشن رينج، نقيس القطر مال الرينج ونعرف هل هي نورمال اور عندنا ستاندرات نورمال اور اب نورمال. فهذا هو المنسيني فليت، نستخدم بقياس الكومبلمنت والاميونوجلوبولين على الاي جي اي. الاي جي اي قلنا كل كميته كلش قليله الا بالالايزا. فهذا يسموه سنجل راديال اميونو ديفيوجن، طوروه شويه حطوا ويا الكتريكال كرنت سموه اميونو الكتروفوريسيس. يعني هم هنا ياخذون السيرم مال البيشنت ونمشي كرنت كهرباء، السرعة مال المكونات السيرم راح تنفصل كل وحدة حسب مالتها التشارج.
فراح تنفصل وبعدين نقدر نكشف عن كل وحدة منها. فهذا يسموه إميون إليكتروفوريسيس. يأخذون فت بيبر نيتروسيريوس بيبر نحط عليها السيرم ونمشي كارنت. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نضيف الأنتي سيرا وراح يصير بريسيبيتيشن على شكل قوس هنا. طبعا احنا هذا يستخدموه عادة هسه بقى الإميون إليكتروفوريسيس يستخدموه بالدياجنوزيس أوف مايلوما بروتين مالتيبل ديزيز يسموه مالتيبل مايلوما. يصير بالبون هو بلازما تيومر اوف بلازما سيلز والتشخيص مالها عن طريق الاميون الكتروفوريسيس. فهنا مثل ما تشوفون السيرة مال البيشنت نحطها بالويل. الويل عادة هنا تكون مثل ما تشوفون هنا يم الإشارة السالبة. فهنا عادة السيرم نحطها هنا يم السالب. نمشي الكرنت راح تمشي يعني نحطها يم الأنود راح تمشي باتجاه الكاثود الموجب وراح تنفصل مكونات السيرم. راح ينفصل الألبومين حسب مالتها تشارج والإمينوغلوبيلين فراح تنفصل according to their charge. فهنا السيرم of the patient نحطه أول خطوة. طبعا هاي يسموها يعني مثل النيتروسيليوس بيبر فد بيبر خاصة نحط السيرم مال البيشنت ونمشي الكهرباء من السالب للموجب فراح تنفصل البروتينات الموجودة بالسيرم كل واحدة حسب الشارج مالتها. فانفصلت هنا وبعدين نضيف انتي سيرة الخطوة الثانية فاي ستيب 1 نمشي الكرنت والسيرم بعدين ورا ما انفصلت نشوف البرسيبيتيشن تطلع حتى نضيف انتي سيرة. انتي سيرة يعني بيها انتي ألبومين وانتي جلوبولين كل واحد مالتها الانتي فنضيفها بالهذا هنا اكو بيها فد مكان ولا حيصير بريسيبيتيشن حيصير هالشكل البريسيبيتيشن كل واحد مالته وراح يرسم لنا فد كيرف تطلع لنا هالشكل. هذا الاخضر هو النورمال. ابو المالتيبل مايلوما بالجاما جلوبولين يسموها ام باند تصعد هاي الحمراء نورمالي ما عندنا. هذا الالبومين والالفا 1 والالفا 2 والجاما جلوبولين هنا فهنا عنده هو بالمالتيبل مايلوما عند تزداد هاي الجاما جلوبولينز فالعصر عنده كل شوية يسموها ام باند. هاي التشخيص مال مالتيبل مايلوما عن طريق يسموه سيرام بروتين إليكتروفوريسيس. هنا نفس الشيء هنا النورمال هاي الجاما جلوبولين تكون نورمالي قليلة. الألبومين تكون هواية نورمالي مثل ما تعرفون أنتم معظم هي البروتينات بالسرم هي ألبومين والجاما جلوبولين كلش قليلة. فأبو المالتيبل مايلوما الجاما جلوبولين عنده عالية. فهنا الأخضر هو النورمال والأحمر الأبنورمال الشخص عنده يسموه مالتيبل مايلوما. فهذا التيست يسموه سيرم بروتين إليكتروفوريسيس أو إميونو إليكتروفوريسيس. البرنسيبل مالته من نسألكم البرنسيبل مالته هو عبارة عن بريسيبيتيشن تيست. نحط السيرم مال البيشنت ونمشي كارنت راح تنفصل مكونات بعدين نضيف أنتي سيرة مال الألبومين أنتي ألبومين نفس الشيء مال الجلوبولين أنتي جلوبولين وهالشكل فراح يطلع لنا هذا النورمال يطلع لنا هالشكل والأبنورمال بالجاما ريجين عندنا هاي يسموها ام باند مال مالتيبل مايلوما. فنشخص المالتيبل مايلوما عن طريق السيرام بروتين الكتروفوريسيس. فهذا النورمال والابنورمال. يعني من يجيكم هذا الرسم الاول واحد
اقول لكم شنو هذا. هذا immunohistochromatosis. The principle مالته هو precipitation test. This is normal or abnormal. This is normal. البومين يكون عالي والجاما جلوبيلين تكون قليلة. طبعا الجاما اخذتوها الميوجلوبولين كلها نسبتها بالبلد تقريبا بالسيرم 10% of serum protein. الابو مالتيبل مايلوما هاي عنده عالية الباند الجاما مثل ما تشوفون. عنده بلازما سيل تيومر طلع ميوجلوبولين هواية. فعنده هاي يسموها ام باند مالتيبل مايلوما باند عنده عالية. فمن يجيكم هذا شنو الشخص ايش عنده؟ هذا عنده مالتيبل مايلوما. الفحص شو اسمه سيرام بروتين الكتروفوريسيس او يسموه اميونو الكتروفوريسيس. وين نستخدمه؟ تشخيص المالتيبل مايلوما. نفصل البروتينات مع البلد. هاي بالنسبة للبريسيبيتيشن. هاي اول وحدة قلنا عندنا البريسيبيتيشن نوعين صار عندنا المطلوبة منكم. واحد يسموه سينجل راديال اميونو ديفيوجن بالجل مانسيني بليت نستخدمه بالاميونوجلوبولين والكومبلمنت. والثاني اميون الكتروفوريسيس او سيرام بروتين الكتروفوريسيس يشبه الاول بس نمشي كارنت كهرباء من الانود للكاثود ويفصل لنا البروتين الموجودة بالسيرم. الفحص الثاني يسموه اجلوتينيشن تيست. اجلوتينيشن تتجمع كلامبينج. هناك قلنا بالبريسيبيتيشن لازم يكون اذا تذكروا الانتيجين يكون سوليوبل ما نشوفه ويترسب نشوفه بالترسيب. هنا لازم الانتيجين يكون على شكل بارتيكوليت حتى يسوي لنا كلامبينج يتجمع. فهنا بالاجلوتينيشن البرنسيبل مالت الانتيجين هنا مو سوليوبل مثل البرسيبيتيشن. هنا يكون بارتيكوليت ويصير كلامبينج ما يصير برسيبيتيشن. فمثال على الانتيجين الار بي سي او نستخدم لاتكس. لاتكس هي فد بيدز بلاست مثل البلاستيك نحط عليها الانتيجين حتى نشوفها بعيننا حتى الفحص يبين. لا مثلا الانتيجين ما نقدر نشوفها بعيننا. الار بي سي ممكن نشوفها بالعين من ان تتجمع تصير شكلها مبينه الكلامبينج مالتها. بس مثلا البقيه الانتيجين اذا صغيره حتى لو تتجمع كلامبينج ما نشوفها. فحطوا هاي اللاتكس عليها الانتيجين حطوا على اللاتكس ونشوف نشوف اللاتكس تكون بيضة حبيبات بيضة نشوفها تتجمع كلامبينج يصير بيها. فهنا اذا كان ار بي سي فراح يسموه هيم اجلوتينيشن. التيست يسموه هيم اجلوتينيشن اذا استخدمنا من ار بي سي. طبعا عندنا نوعيتين دايركت واندايركت شو الفرق بيناتها. وإذا استخدمنا اللاتكس حيسموه لاتكس اجلوتينيشن تيست. فصار عندكم هيم اجلوتينيشن وعندنا لاتكس اجلوتينيشن تيست. فنجي على الاجلوتينيشن. عندنا قلنا هيم اجلوتينيشن ولاتكس اجلوتينيشن وعندنا فد نوع ثالث إذا يكون بالتيوب يسموه تيوب اجلوتينيشن مو عن طريق السلايد. دول الاثنين هم بالسلايد. هنا التيوب يكون بسسبنشن يسموه اجلوتينيشن تيست ان سسبنشن او تيوب اجلوتينيشن تيست. فصار عندنا ثلاث انواع من الاجلوتينيشن. نجي على الهيم اجلوتينيشن. الهيم اجلوتينيشن عندنا نوعيتين دايركت واندايركت. شو وقت يكون دايركت؟ الدايركت اذا استخدمنا الار بي سي نفسها ندور على الانتيجين موجود على الار بي سي. فهذا نستخدمه بالاي بي او تايبنج. وانتم كلكم تعرفون الاي بي او تايبنج وسويتوا تعرفون شنو. يعني نريد نعرف هل هذا الشخص دمه اي بي او اي بي. شو نسوي له؟ نسوي له يسموه اي بي او تايبنج. كل واحد من عندكم يعرف فصيله دمه.
فشون التست مال الاي بي او تايبنج يسموه اجلوتينيشن تيست. فالبرنسبل مالته هو دايركت اجلوتينيشن تيست. الانتيجين موجود على الار بي سي، اذا الشخص دم اي موجود انتيجين اي جروب بي بي هالشكل، الاي بي موجود اي يو بي، والاو مثل ما تعرفون ما عنده. فنحط الانتيبادي، الانتيبادي هو اي جي ام، طبعا هو يسوي اجلوتينيشن لان خاصيه الاي جي ام هو يكون بنتاميرك مثل ما تعرفون، وظيفته يجمع اجلوتينيشن. فنضيف الانتي سيره الابو الجروب اي، طبعا بالدم مالته موجود انتي بي ما عنده انتي اي. ابو الجروب بي نورمالي بالدم مالته عنده انتي اي ما عنده انتي بي. ابو الاي بي كل شيء ما عنده بالسيرم مالته، لا عنده انتي اي ولا عنده انتي بي. ابو الاو عنده ام عنده انتي اي وعنده انتي بي، هاي نورمالي. هنا شو نضيف احنا اذا جروب اي؟ نضيف انتي اي الانتيجين اللي هو اي جي ام قلنا نوعيته، وحيصير عندنا كلامبينج ونشوفها بالسلايد تتجمع. ابو البي من نضيف انتي بي تتجمع الار بي سي. ابو الاي بي بالاي وبالبي اثنين هيصير كلامبينج، وابو الاو ما يصير كلامبينج، يبقى الدم مثل ما هو. فهاي اخذتوها وتعرفوها كل زين. فالاي بي او تايبينج هو عباره عن دايركت اجلوتينيشن تيست، وهذا هو التيست. هاي طبعا القطارات الاي والبي مكتوب عليها انتي اي وانتي بي، الانتي اي ازرق، الانتي بي يكون اصفر، وهذا الار اتش انتي ار اتش. فاذا شخص دم اي هنا راح يصير كلامبينج، ينفصل يرجع هذا المحلول ماله يصير ازرق والار بي سي متجمعه، فهذا هذا نقول دم اي. اذا بالبي راح يبقى هنا يصير اصفر مال القطار هذا، والار بي سي تتجمع. طبعا الار اتش بوزيتيف اور نيجاتيف. اذا اثنينها صار هذا سميناه اي بي، واذا كل شيء ما صار بقى الدم على حاله احمر هالشكل باثنينهم هذا قلنا دمه او. فهذا هو هيم اجلوتينيشن، هذا نوعيته دايركت. ليش؟ لان هي الار بي سي موجود الانتيجين على الار بي سي. الاندايركت نستفاد احنا من الار بي سي نحط عليها الانتيجين. الار بي سي ممكن نزرع عليها انتيجينات مال الفيروس او مال اي تحليل اللي نسوي احنا، ونستخدمها حتى نشوف اكو اجلوتينيشن لو ماكو اجلوتينيشن. فهنا شنو نحط؟ الار بي سي نحط لها الانتيجين، والانتيبادي راح يسوي لها اجلوتينيشن. مثال عليها الفيروسات الروبيلا جيرمان ميزل انفلونزا، نقدر الانتيجي مال الانفلونزا نحطه على الار بي سي، ونضيف السيرم مال البيشنت اللي نعرف اذا صار هالشكل كلامبينج بالار بي سي فهذا بوزيتيف عنده انتيبادي، اذا ما صار هذا نيجاتيف. هذا يسموه اندايركت هيم اجلوتينيشن. ليش؟ لان الانتيجين احنا حطيناه، احنا ضفناه على الار بي سي، فهذا اندايركت. الاي بي او هو دايركت. فهنا الار بي سي بالاي بي او جروب تايبنج هنا يكون دايركت اجلوتينيشن. هنا حاطين الار بي سي احنا حاطينها انتيجين بالاندايركت، فيسموها انتيجين سنسيتايزد ريد سيل، حاطين لها احنا الانتيجين عليها. وهنا التحليل طبعا هم نقدر نسوي تخفيف للبيشنت سيرم ونشوف البوزيتيف، الاعلى تخفيف يعطينا بوزيتيف يسموه تايتر. هنا عادة هذا بالاندايركت، هذا بالاندايركت. هنا النيجاتيف بالار بي سي راح تنزل لي جواب الحفرة، فهذا هذا نيجاتيف. بالبوزيتيف الار بي سي راح يصير بيها كلامبينج تنفرش تصير كبيرة مثل هاي، هذا بوزيتيف. هنا انا حاطي لكم بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف تكون كبيرة مفروشة على كل الويلة، النيجاتيف لا، الار بي سي هي مترسبة بالقعر مال الويلة، فهذا اكو بليتة هالشكل. ونخفف البيشنت سيرم مثل ما تشوفوا سيرال ديليوشن
2 4 8 16 يعني شلون نسوي 2 مثلا تخفيف 2 ناخذ قطره من السيرم ونضيف له نورمال سيلاين قطره صار 1 على 2 هو هذا يسموه تخفيف معكوس التخفيف يعني ما نكتب 1 على 2 نكتب 2 بس بروكر المعكوس مالته زين هذا الاثنين قلنا شلون سوينا الاثنين قطره سيرم وقطره نورمال سيلاين فقطرتين صارت السيرم صار واحد من قطرتين فيسموه واحد على اثنين يعني معكوسة اثنين هذا نفسه إذا نضيف له قطرة لخ راح يصير واحد على أربعة هذا الواحد على أربعة إذا نضيف له قطرة نورمال سيلاين راح يصير واحد على ثمانية وهالشكل فهذا التخفيف أعلى تخفيف يعطينا بوزيتيف رياكشن هو هذا يسموه التايتر فهنا بالسر الأول أعلى واحد هو هذا 32 هذا السر الثاني المريض بي نيجاتيف كلها نيجاتيف ما عنده المريض الثالث بعد هنا إذا كان الأنتيجين مثلا كل شوية أو أنتيجين قليل مرات يطلع لنا بالبداية نيجاتيف يسموه بروزون فينامينا ما لكم علاقة بيها بعدين يصير بوزيتيف لذلك إحنا عادة لازم نسوي ديليوشن للسيرم بيشنت مرات بالهاي ديليوشن ما يطلع عنه إذا كان هاي كونستريشن يطلع بالبداية نيجاتيف المريض الثالث هذا مثلا شو وقت صار عندنا النيجاتيف هنا الأعلى واحد بوزيتيف هو إيه هذا ف 128 مالت التركيز فهذا التيست هم كوانتيتاتيف نعرف بوزيتيف لو نيجاتيف وكمية يعني كواليتاتيف بوزيتيف ونيجاتيف وكوانتيتاتيف نعرف التركيز عن طريق التايتريشن فهذا هو هنا التيست اللي هو هذا الاندايركت هيماجلوتينيشن تيست قلنا هذا البوزيتيف مفروشة على كل الويلة والنيجاتيف تكون مترسبة الار بي سي بالقعر طبعا هنا قلنا الانتيجين زرعناه على الار بي سي مال الجيرمن ميزل فرضا او مال انفلونزا ريد واحد نعرف انفلونزا ونسوي تايتريشن للبيشنت سيرم ونعرف التركيز مالته التايتريشن قلنا شلون نسوي واحد على اثنين شنو معناها يعني قطره من السيرم وقطره نورمال سلاين فالسيرم صار واحد من قطرتين فيصير واحد على اثنين فهو المعكوس ماله يكتبوه اثنين تايتر من نكتب التايتر مالته اما نكتب نص او عاده يكتبون اثنين تركيز ماله هذا الواحد على اثنين ايه هذا اذا ضفنا له قطره من النورمال سلاين راح يصير واحد على اربعه هذا الواحد على اربعه اذا ضفنا له قطره من النورمال سلاين يصير واحد على ثمانيه وهالشكل فاحنا نسوي تخفيف او اقل واعلى تخفيف يعطينا بوزيتيف اول واحد هو هذا 64 فالتايتر مالته نقول 64 فهذا التيست هم يعتبر كواليتاتيف يعطينا بوزيتيف ونيجاتيف يعني هذا الشخص مثلا هذا نيجاتيف ونعرف ايش قد تركيزه يسموه التايتر مالته فمن يجيكم التايتر شنو التايتر هو the highest dilution طبعا الريسبروكر المعكوس highest dilution that gives positive reaction يعني ناخذ مثلا هذا رقم 3 اعلى تخفيف يعطي بوزيتيف رياكشن هو هذا ناخذ هذا رقم 7 هذا هو التايتر مالته طبعا دائما لازم نحط بوزيتيف ونيجاتيف حتى نتاكد شغلنا صح لو غلط هذا بالنسبه للار بي سي الاندايركت هسه بعد بطلوا الار بي سي شغلتها شويه صعبه قاموا يستخدمون اكو فت بارتيكل اسمها لاتكس بارتيكل هاي اللاتكس هي انرت وتتقبل الانتيجين نحط عليها او الانتيبودي فهاي اللاتكس بيتس اور بارتيكل فتحصل مثل الكارير اما للانتيجين اذا احنا ندور على الانتيبودي او الانتيبودي اذا احنا ندور على الانتيجين يعني احنا قلنا بالسيرولوجيكال عندنا واحد معلوم اذا الانتيجين معلوم احنا حطيناه ندور على الانتيبودي اذا الانتيبودي معلوم احنا حطيناه ندور على الانتيجين فندور ناخذ البيتس بها انتيبودي يعني شنو معنى هالشكل تعرف الانتيجين وانتيبودي يعني مثلا ندور على الكورونا فيروس هو الكورونا هو انتيجين فلازم اللاتكس شكو بها انتي كورونا فيروس بها انتيبودي
فمن نحط السيرة مع البيشنت رح يصير بها agglutination، يعني هذا عنده أنتيجين. إذا أريد ندور على الأنتيبادي، شخص صار عنده كورونا مثلا، نريد نشوف صار عنده أنتيبادي لو ما عنده أنتيبادي، ناخذ اللاتكس نحطه عليها أنتيجين، يعني اللاتكس نحط عليها أنتيجين ونحط السيرم مال البيشنت اللي يدور على الانتيبادي. اذا صار اجلوتينيشن يعني يقول هذا السيرم مالته بوزيتيف، اذا ما صار اجلوتينيشن ما عنده انتيبادي. فاحنا واحد عندنا معلوم ندور على اللق. اذا ندور على الانتيجين لازم ناخذ انتيبادي، اذا ندور على الانتيبادي لازم الانتيجين يكون معلوم. فهاي اللاتكس نقدر نحط عليها انتيجين او نحط عليها انتيبادي، يعني هنا حاطين عليها انتيجين، بنحط انتيجين يعني ندور على الانتيبادي بالسيرم. إذا حطينا أنتيبادي، هنا أنا حاطين عليها أنتيبادي، يعني إحنا ندور على الأنتيجين حتى يسوي أجلوتينيشن. حتى ندور على الأنتيجين. فإذا ندور على الفيروس نحط الأنتيبادي أنتي فيرال. إذا ندور على الأنتيبادي بالسيرم هنا نحط الأنتيجين مال الفيروس. وهالشكل. فهنا نستخدم اللاتكس هي حويبات بيض، فيكون لونها السائل يكون مثل الحليب، هذا نيجاتيف. إذا تكتلت هاي البيض يصفى السائل وتصير عندنا حبيبات، هاي الحبيبات هي يكون بوزيتيف رياكشن، صار بيها أجلوتينيشن. هسه إحنا نستخدمها اللاتكس على أقل استخدامها، لأن يعني هو هذا الاجلوتينيشن مو كلش سنسيتيف وسبيسيفيك رياكشن. طبعا الاجلوتينيشن هو مور سنسيتيف ذان ذا بريسيبيتيشن رياكشن، يعني احسن من البريسيبيتيشن ذاك، بس ستيل الاجلوتينيشن هو نوت سنسيتيف ولا سبيسيفيك. فقمنا نستخدم التحاليل المور سنسيتيف وسبيسيفيك، بس بقى نستخدم اللاتكس شو وقت عاده نستخدمه من نقيس اللي يسموه تحليل يسموه سي ار بي تيست. بس بالكورونا هواي يجون CRP. CRP شنو هو؟ بروتين يطلع بالإنفلاميشن، ونقدر نسوي طبعا تايتريشن للسيرم ونعرف ايش قد تركيز CRP. فبقى نقدر نستخدم اللاتكس تيست. فالCRP بروتين هنا CRP يعتبر هو أنتيجين من ندور عليه، لازم اللاتكس هنا شكو بها أنتي CRP أنتيبادي اللي هو أنتي CRP أنتي هيومن CRP. فمن نحط السيرم مال البيشنت رح يصير بها اجلوتينيشن، وحسب نسوي له تخفيف للسيرم، وقلنا اعلى واحد تخفيف يعطينا بوزيتيف هو هذا التايتر مالته، ونقدر نسوي له فولو اب للبيشنت، يعني نقول تعالنا ورا اسبوع مثلا المفروض ينزل ورا العلاج ينزل التايتر. يعني اذا كان مثلا اذا كان 128 المفروض يصير مثلا 32 او يصير 16 هالشكل، يعني يقول بدا يتحسن. فالسي ار بي هو فالإنفلاماتري يطلع بالإنفلاميشن إنفلاماتري بروتين. فنحط السيرم مال البيشنت على سلايد، طبعا نسوي له تخافيف، نبدي بالقطرة سيرم اوف ذا بيشنت، ونحط قطرة من اللاتكس بارتيكل اللي بيها انتيبادي اجينست سي ار بي، ونقرأ ورا دقيقتين بوزيتيف اور نيجاتيف. اذر تيست بقى نستخدمه هو الروماتويد فاكتور، بالدول الاشخاص اللي عندهم روماتويد ارثرايتس. شنو هو الروماتويد فاكتور؟ الروماتويد فاكتور هو عبارة عن IgM against IgG، يعني هذا IgM against IgG. فالأشخاص اللي عندهم IgM positive نقول هذا الروماتويد أرثرايتس عنده. فهنا إيش لازم نستخدم؟ يعني اللاتكس بارتيكل عليها أنتيبادي against IgM، يعني ناخذ الاي جي ام مال هيومن ننطي للشيب او ننطي للرابيت للانيمال يسوي انتي هيومن اي جي ام، نحطها على اللاتكس ونشوف. فهذا هنا انا قاعد اشوفه عيني، هذا هو المحلول مال اللاتكس. بنحط قطره من اللاتكس هالشكل، اذا حطينا السيرم وبقى هالشكل مثل الحليب فهذا نيجاتيف. اذا صار عندنا هاي الحبيبات قاعد يشوفوها تتجمع الهاي هذا بوزيتيف. طبعا هنا تركيز عالي يصير بوزيتيف مالته قوي، فنسوي تايتريشن.
من نقول مثلا واحد 1 تو 1 يعني شنو معنى 1 تو 1 واحد الى واحد يعني ناخذ سيرم نضيف له نورمال سلاين قطره بقطره فهذا حيصير واحد الى واحد يعني مع هالشكل واحد الى اثنين يعني السيرم دروب نضيف له 2 دروب اوف نورمال سلاين ونشوف وين يطلع بوزيتيف ونكتب يعني واحد الى اربعة يعني وان دروب واحد دروب اوف سيرم وحط الى فور دروب اوف نورمال سلاين فكل ما نخفف السيرم شوف تقل اللاتكس بارت الى ان تختفي الى ان يصير نيجاتيف اعلى واحد يعطينا مثلا هذا بوزيتيف نقول هذا بالسي ار بي واكو عندنا ويا الكيت يجي ليفلت بكل واحد تركيزه شقد يعني هو هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف يعني واحد الى واحد يعني هنا حطينا البيشنت نورمال سيرم قطره واحده والبيشنت سيرم وطالع بوزيتيف اذا البيشنت سيرم وضفنا له قطره من اللاتكس وطلع بوزيتيف طلع هاي النقط فهذا هنا يعتبر بوزيتيف راسا نخفف واحد الى واحد يعني واحد نورمال سيرم زائدا واحد سيرم مال بيشنت دروب واحد الى اثنين يعني قطرتين نورمال سلاين وقطرة بيشنت سيرام وهالشكل ونشوف كل واحد هو حاط مالته بالفلت موجودة التركيز مال السي ار بي فهذا يجي هالشكل الكيت هذا الفور سي ار بي وتجي ويا هاي مثل الكاشية سودة حتى تبين وهنا عندنا بوزيتيف كنترول وعندنا نيجاتيف كنترول هو هذا السي ار بي انتي يعني السي ار بي اللاتكس اللي عليها انتي سي ار بي انتي بودي وبدا يصير هالشكل مثل الحبيبات هذا بوزيتيف اذا بقى حليب هالشكل هذا نيجاتيف وقلنا نسوي تايتريشن ونفس الشيء بالنسبه للروماتويد فاكتور اما لو اكو بوزيتيف كنترول او اكو نيجاتيف كنترول الأحمر دائما بوزيتيف والأزرق أو الأخضر هذا نيجاتيف وهو هذا الأنتي روماتويد فاكتور أنتي آي جي إم فنحط قطرة بقطرة أول شيء ونسوي ميكسينج حط لكم هاي العود أو حط لكم هاي البلاستيك هاي عم نسوي بها ميكسينج أو هاي قطارة ناخذ من هذا قسم هي بها قطارة وشوف التيست بوزيتيف أور نيجاتيف فهذا هو لاتكس اجلوتينيشن تيست لسه بقى نستخدمه بالسي ار بي وبروماتويد ارثرايتس وبالاي اس او تايتر همينه مال ستريبتو كوكل فانتو هذا اذا يجيكم مثلا مال سي ار بي شنو هذا البرنسيبل مالته هو عباره عن لاتكس اجلوتينيشن تيست هذا كوانتيتيف كواليتاتيف هو كوانتيتيف اند كواليتاتيف تيست هم يعطينا بوزيتيف ونيجاتيف ويعطينا نقدر نسوي تايتريشن بي نقدر نسوي بي فولو اب للبيشنت الاجلوتينيشن تيست ان سسبنشن طبعا نفس هذا اللاتس اجلوتينيشن نقدر نستخدمه يسموه بالودال مال التيفو كلكم سامعين بيه او بالحمى مالطا روز بنجل هم اكو لاتكس تيست وهم نقدر نسوي تايتريشن بس هنا احنا حاطين لكم بالودال حطيت تيوب اجلوتينيشن تيست ونقدر نستخدم السلايد ذاك اللاتكس العادي هنا نهم نسوي تايتريشن للانتيبودي فهذا التيست هو هم كواليتاتيف وهم كوانتاتيف تيست بالسيرم موجود الانتيجين وهنا نقدر او بالسيرم موجود الانتيبادي هنا احنا شديد نفحص
مثلا بالحمص مالطة نفحص مثلا نريد ندور على الانتيبادي اجينست بروسيلا، فهنا السيرم مال البيشنت ندور على مثلا انتيبادي، او اذا نريد ندور على نفس البروسيلا ندور على الانتيجين.